السلام عليكم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ضيف انفاس حلقه اليوم نستضيف رشيد بوسته رئيس المركز الاجتماعي بالعطاويه سنناقش معه مبادره جميله قام بها المركز في منطقه امزميز يعني منطقه التي تعرضت لزلزال 8 شتنبر آه، سي رشيد اهلا وسهلا بك مرحبا بالاخوان في الجريده الالكترونيه انفاس آه، سي رشيد يعني لا بغيتي يعني تقرب المشاهد الكريم آه، اشنا هي هذه المبادره اللي غتقوموا بها طبيعه الحال وتشوفوا مجموعه المتدخلين والجمعيات اللي كانوا اللي تيشتغلوا في في هذا البرنامج ديال بالاطار ديال الزلازل اللي ضربت منيا ولكن احنا الاخوان ديالنا في الجمعيات دعم وتدبير المركب متعدد الوظائف بالعطاويه وان احنا اقترحنا مشروع اللي تيمتد على مده سنه في اطار تكوين واحد 30 شاب وشابه من منطقه امزميز في مجموعه من ديال الحرف والورشات اللي هي الطبخ والطبخ المنزلي الحلاقه والتجميل الاعلاميات والفصاله والخياطه طبيعه الحال هذا المشروع ما غاديش يكون فيه من فقط او المركب الاجتماعي متعدد الوظائف ولكن غنشوفوا كذلك مع جمعيه الخيريه الاعمال الاجتماعيه اللي هي مسؤوله على التدبير والاشراف على مؤسسه التعاون دار الطالبه العطاويه بالاضافه الى متدخلين اخرين منهم لسيد اللي هي الوكاله التنميه الامريكيه كذلك في اطار واحد المشروع ديال التكوين تاهم باش نحاولوا نشوفوا معاهم العمليه ديال هاد الو... البنيات وهاد الو... الولايات اللي نقدروا ندمجوهم على اساس باننا في خلال نهايه السنه هو انه غيتسلموا شواهد او ديبلومات معترف بها من طرف اداره التعاون الوطني ونحاول كذلك هو ان ندمجوهم في سوق الشغل عبر مجموعة ديال المشاريع المديرة داخل مثل التعاونيات نقدروا نشوفوا مع الشركاء ديالنا اللي تنشتغلوا معاهم على توفير مناصب الشغل وفي نظرك يعني الا بغينا نعرفوا أكثر على هذه المبادرة هذه، فين واصلة هذه المبادرة؟ واش واش هي ما زالت يعني قيد الدراسة؟ وصلت المرحلة النهائية ديالها؟ شحال غيستافد منا من من واحد أو من 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 شابة؟ آه، تقرأ هذه المبادرة هذه بدينا فيها تقريبا هذه واحد 10 أيام مع مجموعة ديال الإخوان والإخوان ديال جمعية المواهب هذه فرصة بأنك جينا معهم باش نعاودوا نكتشفوا هذا الفضاء ونكتشفوا كذلك شنو المعاناة ديال الناس ديال دي هذه دي المنطقة ديال أمزميز طبيعة الحال قبل ما تبدا المبادره ضروري كان عندنا خاص يكون عندنا نقاش مع مجموعه ديال الشركاء لان باش نوفروا هاد, هاد باش يعرفوا الاخوان بان هاد 30 شاب وشابه غيتم التكفل بهم لمده سنه من الايواء والتغذيه وكذلك التنقل من اجل الزياره ديال ديال الاهل ديالهم تعرفوا مدينه العطاويه تبعد على منطقة أزيلال على منطقة أمزميز تقريبا بواحد ال وخمسين حتى 200 كيلومتر طبيعة الحال لا بد من من تدخل مجموعة ديال الشركاء وطبيعة الحال كدا من الشركاء ديالنا اللي قوية هي جماعة الترابية العطاوية لأن فعلا ما تدخلش عندنا بالمستوى الدم وأنا على يقين هاد المبادرة غتلقى واحد الاستحسان كبير لأن الظرفية الآن تحتاج له التدخل الجميع ونديروا اليد في <applause> اليد يعني بحال هذه هاد المبادرات هذه انت كفاعل جمعوي كعامل في الميدان الاجتماعي كيفاش كيبان لك الوقع هذا الوقع ديالها على الساكنه واش خصنا مبادرات بحال هذه تشمل جميع المناطق الجبليه وهذه المناطق اللي تعرضت بالضبط لا ال... هو لا يخفى عليكم بان الدوله دارت واحد دارت واحد المجهود كبير من, من اجل توفير ذوك المراكز ديال التربيه والتكوين ولكن تنظن انا بالتاثر ديال ديال ديالها بالزلزال وكذلك الوضعيه النفسيه والاجتماعيه اللي يعيشوا هاد الوليدات وهاد الفئه ديال هذه بالخصوص هاد الفئه ديال اليافعين من 15 سنه فما فوق اللي هما غنسيب ان شاء الله في هذا المشروع طبيعه الحال ما غاديش غدي يلقاو داكشي انا تنقولوا بحال تنديروا واحد الهدر ديال الزمان اللي حنا في جمعيه دعم وتدبير المركب تنسعوا بان الهضر الزماني في مجال التكوين ما يمتدش اكثر من من هذه هاد الفتره هذه لانه لو بقينا غاديين بهذا الشكل غادي نجيو من ما يتم الاصلاح ديال هذه المراكز ونعاودوا ناقلموا مجموعه ديال ديال الاخوه الاخوات يعاودوا يبداو يشتغلوا غنلقاو بان هضرنا الزمن وهضرنا حتى الطاقه بأن ولكن حنا الهدف ديالنا هو نسعى وان نخلقوا هذا 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 البرنامج من اجل تكوين هذوك التعاونيات اللي نقدروا مستقبلا نرجعوا للمنطقه ديال امزمي ونقدروا نلقوا هذوك التعاونيات وهذوك الشباب اللي تاثروا هما في مشاريع اخرى مدر للدخل منطقة منها اول حاجه الاستفاده ديالهم الشخصيه ثانيا كاين المساله ديال ديال نخلقوا حياه اقتصاديه في المنطقه ديال سي رشيد رئيس المركز الاجتماعي بالعطاوية شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا لمشاهدي انفاس الى اللقاء في حلقة قادمه